بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 166. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج عما تيسر بيانه من أحكام النكاح، وقد انتهى بنا المطاف إلى باب الإيلاء، فليكن موضوع حلقتنا هذه. فالإيلاء هو الحلف، مصدر آلى يولي إيلاء، والألية اليمين، يقال آلى من امرأته إيلاء إذا حلف ألا يجامعها. ومن ثم عرفه الفقهاء بأنه حلف زوج يمكنه الوطء بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. ومن هذا التعريف يمكننا أن نستخلص أن الإيلاء لا يتم إلا بتوفر شروط 5. الأول، أن يكون من زوج يمكنه الوطء. الثاني، أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. الثالث، أن يحلف على ترك الوطء في القبل. الرابع، أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. الخامس، أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها، فإذا توفرت هذه الشروط صار موليا يلزمه حكم الإيلاء، وإن اختل واحد منها لم يكن موليا. ودليل الإيلاء قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أي للأزواج الذين يحلفون على ترك وطء زوجاتهم مهلة 4 أشهر، فإن وطأوا زوجاتهم خلالها وكفروا عن أيمانهم فإن الله يغفر لهم ما حصل منهم. وإن مضت هذه المدة وهم مصرون على ترك زوجاتهم فإنهم يوقفون ويؤمرون بوطء زوجاتهم والتكفير عن أيمانهم. فإن أبوا أمروا بالطلاق بعد مطالبة المرأة بذلك، وهذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. وفي هذا التشريع الحكيم العادل إزالة للضرر عن المرأة وإزاحة للظلم عنها. والإيلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، وينعقد الإيلاء من كل زوج يصح طلاقه سواء كان مسلما أو كافرا أو حرا أو عبدا، وسواء كان بالغا أو مميزا، ويصح من الغضبان والمريض الذي يرجى برؤه لعموم الآية الكريمة، وحتى من الزوجة التي لم يدخل بها لعموم الآية أيضا. ولا ينعقد الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما لما يقولان، فالقصد منهما معدوم. ولا ينعقد الإيلاء من زوج عاجز عن الوطء عجزا حسيا كالمجبوب والمشلول، لأن الامتناع عن الوطء في حقها ليس لأن الامتناع من الوطء في حقه ليس بسبب اليمين. فإذا قال لزوجته: والله لا أطأك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر، أو غياه بشيء لا يتوقع حصوله قبل 4 أشهر كنزول عيسى وخروج الدجال، فهو مول في كل هذه الصور. وكذا لو غياه بفعلها محرما أو تركها واجبا: فوالله لا أطأك حتى تترك الصلاة أو تشرب الخمر، فهو مول لأنه علقه بممنوع شرعا أشبه الممنوع حسا. وفي كل هذه الأحوال تضرب مدة الإيلاء لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وفي الصحيح عن ابن عمر قال: إذا مضى 4 أشهر ممن حلف على مدة تزيد عليها فهو مول، يوقف حتى يطلق،
ولا يقع به الطلاق حتى يطلق، وذكره البخاري عن 14 صحابية. وقال سليمان بن يسار: أدركت 14 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، وهو مذهب جماهير العلماء كما أنه ظاهر الآية الكريمة. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولا تحتسب منها أيام عذرها، فإذا مضت فإن حصل منه وطء لزوجته فقد فاء، لأن الفيئة هي الجماع. وقد أتى به قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن الفيئة الجماع، وأصل الفيئة الرجوع إلى فعل ما تركه، وبذلك تحصل المرأة على حقها منه. أما إن أبى أن يطأ من آلى بها من آلى منها بعد مضي المدة المذكورة، فإن الحاكم يأمره بالطلاق إن طلبت المرأة ذلك منه، لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، أي إن لم يفئ بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع. فإن أبى أن يفيء وأبى أن يطلق فإن الحاكم يطلق عليه أو يفسخ، لأن الحاكم يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة. وقد ألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام المذكورة من ترك وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر، وهو غير معذور. وكذا ألحقوا بالمولي من ظاهر من زوجته ولم يكفر واستمر على ذلك أكثر من 4 أشهر، لأن كل من هذين تارك لوطأ زوجته إضرارا بها فأشبه المولي، والله تعالى أعلم. قالوا: وإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها، واعتذاره يدل على ترك الإضرار بها. ثم متى قدر وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخره من أجله. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.